بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، نتدارس اليوم موضوعا من بين الموضوعات التي تقدم الشيخ الغزالي باعتذار عن ذكرها في كتب العقائد المختصرة التي الشأن فيها أن تبين العقائد الضرورية للمسلم للمعتقد مصحوبة بالبرهان عليها ورد ما يثار حولها من طعون ومن شبهات. فيعتذر لذكر بعض المسائل التي لا علاقة لها بالاعتقاد وليست من الأمور التي يعني يكون العلم بها نافعا في الاعتقاد أو مؤثرا فيه، والجهل بها ضارا بالعقيدة، لكن العلم بها وعدم العلم بها سيان في عدم التأثير في العقيدة سلبا أو إيجابا. قال: هذه الأمور التي حشيت بها كتب العقيدة تحتها ثلاثة أنواع. نوع من هذه المسائل يعود إلى المباحث العقلية، إلى حقائق الأشياء ومعرفة حقائق الأشياء، وهو أمر يعني يتصل بالعقل المجرد الذي لا يؤثر العلم به أو عدم العلم به على العقيدة إيجابا أو سلبا. ويضرب له أمثلة ويختار موضوعا من هذه الموضوعات أو مثالا لهذه المسائل هنا، وهو الذي سننشغل به الآن، وهو مسألة أجل المقتول الذي قتل نتيجة تعد من القاتل، فأنهى حياة هذا المقتول بسبب قتله إياه. هل هو ميت بأجله أم تعجل القاتل أجل المقتول بإزهاق روحه بإرادته، أي بإرادة القاتل وبالتعدي عليه؟ ما قرره أهل السنة في هذه المسألة أن المقتول كغيره من بني البشر، فإذا مات فقد مات بأجله، وأجله واحد، هو الذي كتبه الله له وحدد قبل أن يخرج إلى الحياة، والله تعالى كتبه عنده في علمه الأزلي، كتب أجل الإنسان كما جاء في الآيات القرآنية وفي الأحاديث، وما كتبه الله في اللوح المحفوظ من علم كل شيء بما في ذلك أجل الإنسان الذي حدده له وبما فيه رزقه وما يدور في حياته كلها. ما كان في علمه الأزلي من هذه الأمور التي لا يخرج من شيء منها عن علمه سبحانه وتعالى، دونه وكتبه في كتاب في لوح المحفوظ كما جاء في الآية الحكيمة وفي غيرها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها،
إن ذلك على الله يسير. الحمد لله. وفي قوله تعالى يقول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتح الغيب إلى آخر الآية التي تختتم بقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى أو وبعد ذلك ما جاء في الحديث الشريف من أن ما كان في اللوح المحفوظ من كتابة كل شيء في الكون وفي خاصة الإنسان عندما تنفخ الروح في جسد الإنسان المعد للحياة وهو في بطن أمه يتخلق، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون 40 ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث بعد تكوينه تكوينا ماديا في مراحل جاءت في الحديث الشريف وجاءت في سورة المؤمنون وفي سورة الحج في مفتتح كل سورة منهما وفي سور أخرى كسورة غافر. وفي حديث عبد الله بن مسعود ثم ينفخ يؤمر الملك بعد تكوينه تكوينا ماديا في المراحل مراحل الجنين المعروفة ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن أجل الإنسان أيا كان السبب الذي ينتهي أجله به دلت النصوص على أنه أجل واحد، وأنه يموت بأجله أيا كان السبب الذي يموت به. لكن المعتزلة على قواعدهم قالوا لا، الإنسان إذا تعدى عليه أحد فقتله فقد استعجل موته بقتله، يعني لو ترك قبل من غير أن يقتله هذا القاتل لبقي إلى أجله الذي كتبه الله له واستمر حتى يأخذ نصيبه من الدنيا إلى نهاية المدة التي حددت سلفا في علم الله ثم في اللوح المحفوظ ثم في صحيفة الملك. فما الذي حدث؟ قال القاتل تعجل إنهاء حياته بإرادة القاتل، هو الذي استعجل قتله. ومن العدل أن يؤاخذ وأن يحاسب ويعاقب على هذا الاستعجال لحياة المقتول. وشبهوا الأمر بتشبيه، قالوا كما يبنى البناء، البناء مثلا زي مبنى الجامع الأصغر بني أو في أي مبنى من المباني، لو سألت المختصين من المهندسين هذا المبنى عند بنائه عندك بناء، بنيت عمارة بناية وجئت بالمهندسين والمختصين من أصحاب الاختصاص وقلت لهم كم سيكون عمر هذا المبنى من واقع علمكم وخبرتكم، ففحصوا المبنى بأدواتهم وبما درسوا من علم في هذا الموضوع علم هندسة المعمار،
فقالوا وكتبوا تقريرا يفيد أن عمر هذا البناء مثلا سيكون 100 سنة، يعني في المعتاد لو ترك على حاله فمعناه سيبقى إلى إيه؟ إلى 100 سنة. هذا تقدير يعني ليس علما حتميا نهائيا، لكن تقدير بشر كما نعلم، يقول أن هذا عمره الافتراضي، عمره الافتراضي. وهكذا في أي شيء يقول لك عمر الافتراضي لهذا الجهاز، لهذا البناء، لهذه الصنعة، لكن لا يستبعد صاحب هذا التقرير الذي حدد العمر الافتراضي ولا أنت مثله أن يأتي واحد يمسك بفأس أو يسلط المعدات الثقيلة على هذا البناء ويهدمه قبل أن يأتي أجله أو يعني عمره الافتراض ويصل إلى نهايته. قال هو 100 سنة، هل فيه مانع أن يأتي مثلا واحد يهدم البناء، يأتي بالبلدوزرات والمعدات وعدوات الهدم، أي شيء، ويهدمه بعد سنة بعد شهور بعد سنتين قبل أن يأخذ عمره الافتراضي؟ قال الإنسان مثل هذا، الله تعالى كون الإنسان والبنية والحياة بطريقة لو تركت على كما هي عليه من غير أن ينالها أحد بسوء لاستمرت تأخذ يعني مدتها بالطريقة التي صممها وخلقها الله لتستمر حتى ينتهي الوقت الذي تفسد فيه هذه البنية والتوازن هذا يعني يؤول أمره إلى أن ينتهي، يأتي الأجل المحتوم وخلاص هذه اللحظة هي التي لا يعيش بعدها. هذا لو استمر على حاله من غير أن يمتد إليه أحد بسوء أو بإزهاق روح أو بما يفيد إنهاء أجله إنهاء حياته قبل أن يكتمل أجله الذي لو ترك لأخذه إلى آخره. هذا تصور المعتزلة، هذا تصور المعتزلة، لكن هذا الكلام يصح في ماذا؟ متى يصح؟ لو تعاملنا مع الإنسان ومع الكائن الحي بصفة عامة كما نتعامل مع مبنى كمبنى الجامع الأزهر أو العمارة أو مجمع التحرير أو أي يعني مبنى من المباني، جماد، أو مثل هذا المكتب أو هذا المقعد، نقول هذا يعني لو ترك على حاله سيعيش إلى كذا مثلا. أو لو تعاملنا مع الإنسان ومع الكائن الحي بصفة عامة مثل ما نتعامل مثلا مع الآلات التي يصنعها الإنسان، آلة، الآلة أنت إذا برمجتها مثلا فيه الآن مراوح اللي هي المراوح العمودية تتنقل متنقلة، أنت بتحدد الوقت الزمن الذي تشتغل فيه تدور فيه تعمل، أنت تريد أن يعني تشغل المروحة قبل أن تنام حتى تعرف أن تنام من شدة حرارة الجو، فتريد تبريد الجو حتى تستطيع أن تنام في الصيف، لكن لا تريد أن تستمر المروحة إلى أن تستيقظ وأنت مقدر لك أن تستيقظ بعد مثلا 7 ساعات أو 8 ساعات، وفي بداية الليل قد تكون بحاجة إلى تبريد الغرفة بالمروحة أو التكييف،
لكن قد يعني بمرور الوقت كلما يتقدم الليل كلما البرودة تشتد برودة الجو، وقد يبدأ الليل وأنت في حاجة إلى المروحة وإلى التهوية، لكن بعد سويعات وأنت نائم لا تتحكم في شيء. فإذا بالجو الذي كنت محتاجا فيه إلى إلى تبريد أو تهوية أو مروحة، أنت في حاجة إلى غطاء، إلى غطاء من شدة البرودة، أو تحول الجو إلى جو بارد، فماذا تفعل؟ قال لك المصممون للمروحة مثلا: إحنا سنعمل لك ساعة تتحكم في في تحديد الوقت الذي تحتاج فيه إلى المروحة. يبقى عايز المروحة تشتغل بتهوية وانت يعني تعد نفسك للنوم، فتعملها ساعة مثلا وبعد ذلك تتوقف هي وحدها. إذا انت آلة هي صممت على هذا التوقيت وعلى هذا، طيب انت تتحكم فيها ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات، بتضبط الساعة اللي هي داخلها داخل المروحة، وحسب ما تريد، تريدها تعمل بتتوقف بعد ساعة بتبرمجها على زر، بعد ساعتين من الآن بعد ساعتين وتتفعل ما أعددته لها. إذن المسألة هذه آلة، هذه آلة صمة حسب ما تبرمجها هي جاهزة. إذن هذا هي الآلة، نظام الآلة، كما يفعلون أيضا في في آلة التصوير. آلة التصوير معك ورقة تقول لصاحب جهاز التصوير: أنا أريد من هذه الورقة انسخ لي منها 200 ورقة. يكتب قبل أن يشغل التصوير، يكتب 200، وبعد ذلك أوكي خلاص يلا نفذ. إذن هو بيكتب بيحدد المطلوب حسب حاجتك، محتاج 200 ورقة بيكتب 200 ورقة، محتاج 300 محتاج 300، محتاج أكثر أقل إلى آخره، هكذا. وأمور كثيرة من هذا النوع في أجهزة في المطبخ، برضو أجهزة كهربائية للتسخين للطهي لكذا لكذا، برمجها مبرمجة أيضا حسب احتياجاتك، محتاج إنها تعمل لمدة ربع ساعة، خمسة عشرة دقيقة، ماشي نكتب 15 دقيقة. الأم في الست في السيدة في البيت، ربة البيت، تحدد البيت كله أجهزة الآن، ليس هناك شيء يدوي، مليء بالأجهزة، المطبخ والبيت كله أجهزة، شغال أجهزة. كانت أمهاتنا كلها عمل عضلي يدوي، حتى تطحن الدقيق وتطحن الغلال الغلال للطعام للخبز، وأمور كثيرة من الحبوب ومن أي شيء تطحنه يعني تقوم هي به وإلى آخره، يعني الأمور كلها يدوية الآن، كلها الأمور ميكنة وأدوات ومعدات ويعني مفاتيح تعمل وأصابع تدق على المفاتيح وكف وأرقام هكذا. إذا كان الإنسان بهذه الصورة التي يتصورها المعتزلة أو الكائن الحي بصفة عامة، لكن الكائن الحي ومنه وأكثرها الإنسان بيتفاعل مع بيئته، بيتفاعل مع البيئة، وليس آلة صماء جامدة لا كالبيت أو المبنى ولا كالآلة الصماء حسب ما تبرمج أو كذا، لا، ده إنسان بيتفاعل مع البيئة، ومتغيرات كثيرة لا تخطر على البال، وتقديرات منها ما يعرفه الإنسان وعلماء الذين يعني يدرسون جوانب الإنسان ويختصون في جوانب مختلفة في جوانبه،
الذي يختص بالقلب، والذي يختص بالكبد، والذي يختص بالنفس، والذي يختص بالجهاز، كل جهاز له مختصون في كل جانب من جوانبه، وهكذا إنسان مليء بالإيه؟ بالأجهزة والتفاعلات، وتفاعلات مع البيئة ومع داخل النفس وتوازنات. الإنسان هذا ليس شيئا بسيطا. الرجل الأجنبي اسمه أليكسيس كاريل، يعني ليس مسلما ولا لا أعرف له ملة ولا دين، لكن يتكلم بمنظور علمي بحت في الإنسان، وكتب كتابا سماه الإنسان ذلك المجهول. يعني العلم الحديث مهما يعني غاص في أعماق النفس البشرية، كل في اختصاص في جانب من هذا الجانب، والجانب الواحد أصبح اختصاصات في جوانب مختلفة في داخله، وإلى آخر ما هنالك. قال: ولم يبلغ الإنسان بعلومه وبحوثه وبعمقه في بحث النفس في جوانبها المختلفة إلا النزر اليسير، وما زالت مجاهيل الإنسان في داخله كثيرة جدا جدا جدا، حتى من شدة يعني تناوله هذا الموضوع وضربه الأمثلة تلو الأمثلة من واقع علمي بحت، علمي تجريبي مع الإنسان في الجوانب المختلفة. جعل عنوان كتابه: الإنسان ذلك المجهول. فإنسان بهذه الصورة ليس من البساطة كما يتصور المعتزلة، إنه لا والله هو مبرمج على، يعني ربنا برمجه على وضع معين هو يستمر إلى نهايته إلا إذا كذا. من قال لك إنه هو النهاية؟ أنت عرفت هذه البرمجة وهذه النهاية؟ ولهذا بدأ الشيخ الغزالي يناقشهم في هذا، لأن الأصل في هذا ليس مردودا إلى العقل. قضية موت الإنسان وأجل الإنسان وأجل كل كائن حي متروكة إلى حكم الله سبحانه وتعالى فيها، وحسم القرآن الكريم الأمر يجعل الإنسان يتقبله ويفكر فيما حكم الله تعالى في هذا الأمر. هو في هذا الإطار يسبح بتفكيره وعقله، سيزداد عمقا وإيمانا بما قال الله في كتابه عن الإنسان وعن أجل كل كائن حي. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لم يقلها لإيه؟ لغير المقتول، وقال وللمقتول لا أجل استعجله الإيه؟ القاتل، فقد مات بإيه؟ مات بغير أجله. وإلا فما معنى الآيات الحكيمة في سورة آل عمران وهي تخاطب المنافقين؟ ها؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا منطق المعتزلة قاله المنافقون قبل ذلك، مع أننا نبرئ ساحة المعتزلة من أن يكونوا يعني على غرار المنافقين. لا أبدا، المعتزلة أناس من أهل القبلة، إلا أنهم انحرفوا في فهم بعض النصوص وفي بعض، لأنهم جنحوا إلى العقل فجعلوه حكما في أمور يعني فصل الشرع فيها وكان الحكم فيها وميزان الحكم فيها يعني في الإيه يعود إلى الشرع لا إلى العقل بمطلقه، ولكن إذا تقيد العقل فيها بحكم الشرع وراح العقل يفهم ما حكم به الشرع، لوصل العقل إلى كثير من العمق الإيماني الذي هو كما أقول دائما البعد الثاني للعقل. العقل الإيماني ده بعد عقلي. المهم إن القرآن الكريم لما يتحدث لنا عن ما دار بين المنافقين وبين المؤمنين، وافتحوا آيات القرآن الكريم في سورة إيه؟ في سورة آل عمران، وهي تتناول قصة ما حدث بعد غزوة أحد وفي أثنائها. غزوة أحد انشق فيها عبد الله بن سبأ وفريق المنافقين معه، كانوا يشكلون في التعداد حوالي ثلث الجيش،
جيش المسلمين، جيش المسلمين ما يقرب من 1000 قوامه. فجاء عبد الله بن سبأ رأس المنافقين ومعه أنصاره من المنافقين التابعين له، وفي الطريق شوف المكر واللؤم. أهلا وسهلا، وعليكم الله وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شكرا، وصلت ماشي يا فندم، شكرا. شوف لؤم عبد الله بن سبأ، كان من الممكن أن يعتذر من بداية قبل أن يخرج المسلمون، قبل أن يتشكل الجيش. لا، هو ترك نفسه وفريقه من المنافقين يمضون في صفوف المسلمين من جيش المسلمين، وأصبحوا من ضمن تعداد الجيش 1000 مقاتل. فيأتي في الطريق ويتمحل المعاذير وينشق ويخرج من بين صفوف المسلمين ومعه 300 من المنافقين. طبعا ده نفسه يعمل يعني زعزعة كبيرة وتصدع وروح انهزامية، وآثاره كثيرة جدا. يعني إذا بدأت تحلل في هذا ونتائجه ونتائج هذا، ستجد يعني فيه خروقات كثيرة، إضافة إلى ما يصل إلى معلومات إلى المشركين صف العدو، فيطمعون في في المسلمين بأن يعني المسلمين ليسوا على خلاف، على وفاق، وفي الوقت الذي يحتاجون فيه إلى التماسك والتوحد، ويعني أن تكون روحهم المعنوية عالية في هذا الوقت الذي يحتاجون فيه إلى كل ذلك، إذا بهم يتمزقون وينشق منهم انشقاق كبير وتصدع إلى آخره. فطبعا هنا سجلت الآيات في سورة آل عمران هذه الأحداث، وفي سورة التوبة سجلت أحداثا من هذا القبيل، لكن ليس في تسجيلا لحدث أحد، لغزوة أحد، ولكن عقب غزوة تبوك. أيضا كانت غزوة تبوك غزوة يعني فيها بلاء كبير كما نعلم من سيرة رسول الله، حتى سميت بجيش العسرة، سمي جيشها بجيش العسرة، لأنها كانت في ظروف صعبة للغاية، وظهر نفاق المنافقين وكل أعذار كثيرة وأصحاب أعذار، ومنهم سورة التوبة مليئة ومنهم حتى قال العلماء فيها إنها مليئة بالمناهم، يعني فيها كثير ومنهم يعني كل هذه أصبحوا فئات، ليسوا فئة واحدة، فئات يعني مستويات، المؤمنون مستويات في العزيمة والتضحية وكذا، إلى أن يصل مستوى متدنٍ من ضعف الإيمان، يعني يستجيب للمعاذير وللتثاقل إلى آخره، ومهما دفع دفعاً إلى الغزو فهو إلى التثاقل أقرب. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذا يخاطب المؤمنين الخطاب. فإذا حتى المؤمنون وجدتهم في تناول سورة التوبة مستويات، ومنهم منهم بلغ قمة التضحية والفداء بالمال والنفس وكل غال ورخيص، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخره. ومنهم من وصل إلى أنه يلتمس العذر وكذا ومخلفون، ومنهم من كان عذره عذرا صحيحا حقيقيا كالضعفاء والبكائين، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا، ومنهم من كان عذره يعني قبله النبي على يعني وهو يعلم أنه ليس عذرا يعني له أهمية، كان من الممكن أن يتجاوزه وأن يذهب وينخرط مع المجاهدين.
وحتى عرف الثلاثة المخلفون، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إيه إذا ضاقت، والله تعالى يعني وضع فيهم حكما إلى آخره. فمن يقرأ هذه الآيات خاصة في سورة آل عمران سيجد أن هذه الحجة المعتزلية سبق بها المنافقون وقالوا نحن يقولون إيه يندمون الذين خرجوا للقتال من الإيه من المؤمنين. طبعا هما خرج المنافقون خزلوا وتخاذلوا وخزلوا المؤمنين وخزلوا النبي وأصحابه من المجاهدين، فالمنافقون قالوا يعني المعنى، لا أريد أن يعني أذهب إلى المصحف لأن أسترجع الآيات لأنه نسيت بدايتها حتى أمضي فيها، وإن كان ليس هذا يعني الأمر بعيدا علينا، عندما نرجع إلى سورة آل عمران وآياتها يمكن بعد آيات ربع تصعدون ولا تلوون إلى ما قبل آيات الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا، ما قبل هذه الآية والآيات تسجل هذا المعنى، إن بتقول للمنافقين طيب قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنتوا يعني بتقولوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. أيها بداية الآية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هم قعدوا عن القتال فظنوا أن قعودهم عن القتال أطال إيه أطال عمرهم أو احتفظوا بأجلهم على قانون المعتزلة، وأن الذين زجوا بأنفسهم في القتال يعني قصروا إيه أجلهم واستعجلوا حياتهم. قالوا الذي سجل الله هذا الحدث في هذه الآية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا أيوة لو أطاعونا ما قتلوا، ربنا قال قل فادرأوا عن أنفسكم. وفي آية أيضا أكثر يعني دلالة في هذا الموضوع قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، هذه تتمة الآية، لكن إيه ولئن متم قبل ولئن متم أو قتلتم، تفتكر ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ها قبلها إيه لو معك المصحف أو أقرب حاجة، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله إيه تحشرون، قبلها أيضا نص في هذا المعنى الذي نحن بصدده، يعني أنت لا يطيل عمرك الفرار من القتل والفرار من الجهاد، لأن الذي يقتحم الوغى في إذا نادى منادي الجهاد فهو احتمال إيه نهاية أجله أقرب من احتمال إيه احتمال بقائه، لأنه مقدم على إيه على جهاد فيه اقتتال، فاحتمال. ولذلك الذي قال في غزوة بدر وكثير من الشواهد في من أصحاب رسول الله المجاهدين قال رسول الله بعد أن سمع البشرى من رسول الله قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فجاء أحد أصحاب رسول الله قال يا رسول الله ده في بدر وهو في يده تمرات، ليس بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه التمرات، قال إنها لو كانت هذه لكانت حياة طويلة، يعني لو انتظرت إلى أن أفرغ من إيه من هذه التمرات لأكلها ثم أبدأ وأمسك بالإيه بالسيف وأدخل في معمعة الجهاد لكانت هذه الحياة حياة إيه طويلة. بعدما سمع البشرى من رسول الله قوموا إلى جنة، جنة جنة عرضها السماوات والأرض وأنا منتظر ليه هذه التمرات ستطيل حياتي، فمعناها أنه عارف أنه إيه أو يعني متوقع توقعا كبيرا أنه إلى إيه ماض إلى الموت لا محالة، ده مش انتحاري بقى زي ما الإيه زي ما الملاحدة والذين لا يعرفون الإيمان ولا الإسلام ولا معنى الجهاد، ليس انتحارا ولا انتحاريا، ويجاريهم بعض ضعفاء الإسلام أو ضعفاء الإيمان أو جهلاء الدين جهلاء
أبي الإعلام أو غيره قال الانتحار انتحار، كان غوغائية يعني غريبة. المهم وقالوا لإخوانهم إذا قعدوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إيه إن كنتم صادقين إلى آخره، وبعدها ولا تحسبن. فالمهم يعني مقولة المعتزلة لا مكان لها، لأن الأجل الذي كتبه الله هل أخبرك الله عن سببه أو سبب معين له، أم أن الله ادخره في علمه الغيب وفي الغيب غيب عنك لم يكشفه لك لا ولا لأحد من الخلق، ربما ولا الملائكة يعرفون متى يموت الإنسان وهم الذين منهم يعني ملائكة الموت، هل الله سبحانه وتعالى أخبرهم ولا هم ينتظرون الأمر بقبض الروح وكفى عند أوانها؟ ملك الموت أو اللي هو القائد الملائكة رسل الموت من الملائكة على رأسهم ملك الموت الذي نقوله في العامية عزرائيل، وهو ليس في الشريعة له اسم، اسمه عزرائيل، أخذوه من من كتب أهل الكتاب. فيعني من قال لك إن يعني حياته بتوازن معين من في الجسد؟ هذا التوازن الذي تحدث عنه لو كان معزولا عن كل صنوف المؤثرات لا يتأثر بأي شيء لا من الداخل ولا من ده، الإنسان يكون صحيح البدن وعليه عافيته وما فيه أي شيء، وفجأة هذه القوة وهذه الصحة وهذا كل الاكتمال البدن والفتوة يعني كل ما تقوله من من شباب وفتوة وقوة وحيوية، وفي الشدائد نجده فجأة هذا أصبح جثة هامدة ومكث شهورا لا يتحرك من على السرير أشبه بالخشبة التي ينام عليها، فجأة هذه القوة انهارت ومات قبل أن يموت يعني بالمانياز، يعني هذا أصبح جثة هامدة والروح فيه، فكيف ما الذي حدث؟ لو قيل قبل أن يصاب بما أصيب به كم تتوقعون حياة هذا الجسد ما شاء الله كل شباب وحيوية وصحة وفتوة ونشاط؟ أقول لك ده ما فيش أقل من معنى الأقل 70-80 سنة بكامل حيويته وقوته، فإذا بهذا الجسد وهذه البنية القوية والفتول والحيوية الكافية الكاملة في الثلاثينات يا رب، ما الذي حدث؟ قد يستكشف العلماء وهم يستكشفون كثيرا والأطباء والله إذا دخلوا فيروس مش عارف إيه فأفقده مناعته أو كذا، يعني يحدثوننا عن سبب التمسوه ووجدوه وتقارير طبية شهدت بذلك، قد يموت ولا يجدون سببا، حالات كثيرة وفيات لمراحل في السن مختلفة. عندما جاء الأطباء الذي يقال له الطب الشرعي عندما يكتب له شهادة الوفاة وسبب الوفاة حتى يتبين إذا كان يعني توفي بسبب ارتكاب جناية، أحد ارتكب جناية في حقه فكان سببا لوفاته، فلا بد من هنا من من تقرير الطبيب حتى يتم التصريح بدفنه، كما تعلمون من اجراءات اجراءات الدفن الميت عند موته. فقد ياتي الطبيب والطبيبان والثلاثه لميت مات في اللحظه الحاضره فيقلبونه بكامل الاجهزه فلا يجدون سببا لوفاته نهائيا.
وهذا الذي أقوله حدث لبعض مشايخنا وأساتذتنا أنه مات فجأة وهو يصلي، ومنهم من مات وهو ساجد، وجاءوا له بالأطباء وهو لم يتغير عن حالة السجود وهو ميت، يعني قبض وهو يسبح الله في السجود ويدعو الله في السجود، ولما قبض مال ووقع على جهة اليمنى ولا يسرى ولا أي شيء، ظل كما هو ساجدا في سجوده، وبقي على حالة سجوده وهو ميت وقد خرجت روحه من جسده، إلى أن جاء الأطباء وهم يقلبون فيه بسأل يطلبون سببا لموته، هل مات بسكتة قلبية، بجلطة دماغ، بأي سبب مفاجئ، المهم أن يكون معروفا، ويضع الأطباء يدهم عليه بفحوصهم لا يجدون سبب. فإذا مسألة الإيه، هو أجل كتب له، ومع كتابة الأجل المحتوم له، موضوع القدر، كتب السبب الذي يباشر يقترن بموته وليس هو فاعلا لموته. هنا ندرك معنى إن الأسباب ليست هي الفاعلة والمؤثرة في مذهبنا، في فهمنا لديننا، في فهمنا لعقيدتنا. الأسباب ربطها الله تعالى بهذه النتائج، ربط إنه إذا تعدى القاتل وأمسك بالآلة وضرب بها الميت أو الإنسان مات مع وقوع هذه الآلة عليه، جاءت الآلة على دماغه، فالإيه الذي عهدناه أنه يموت. طيب ما قولكم الطب الآن الشارعي الحديث، قد يتعدى واحد على آخر بحديدة أو بآلة يضربه بها على رأسه فإذا به يموت صحيح، لكن عندما يقلب الأطباء ويفحصون هذا الميت الذي مات نتيجة ما رأينا إنه ضرب بآلة أو بحديدة أو بسلاح أو بكذا، يقول لا، ده مات بسكتة قلبية قبل أن كذا، كالذي يقع من إيه من أسف من أعلى تقول إنه مات لأنه سقط من إيه من الشرفة مثلا في الطابق العاشر أو في كذا ووقع على الأرض على أرض صلبة، فطبيعي إيه هتنتظر إيه غير الموت، واحد فوق من فوق إيه سابع دور أو عاشر دور أو خامس كذا، لو من أول دور أو ثاني دور ممكن، ها، أو على أرض رخوة على رمل أو كذا، كل هذا وقع وسمعنا به وربما بعضنا رآه. لكن ما قولك إذا جاء الأطباء وقالوا لا، الذي قلتم إنه مات بسبب سقوطه، لا، ده مات قبل أن يقع على الأرض، منين عرفتوا يا أطباء؟ عندكم علم بالغيب ولا كهانة ولا أنتوا سحرة ولا إيه وتعاملوا الجن؟ لا هذا ولا ذاك. يقول لك أصله ده مات بسكتة قلبية، يعني يمكن هو شايف نفسه، الله أعلم، شايف نفسه خلاص نازل وهو إيه خلاص إلى موت محقق، الخوف جعله إيه ممكن إيه يتوقف قلبه خلاص. ولذلك إحنا لما بنقرأ على ضوء ما عرف الإنسان بالآن بالمعارف الحديثة وهذه اللي بيسموها الآن في الطب الجنائي بيسموها إيه، سبوه إيه في أثناء الإيه الفحص عن تحليل الجريمة وكذا، الجنائي برضو حاجة تخص الإيه في الجنايات بتحدث تحصل موقع، يعني اللي بيذكرني بهذا إيه قصة سيدنا موسى في القتل، اللي البعض بيقول ما هو قتل وبعدين استغفر وقال ربي إني ظلمت نفسي، طب أنت هتنتظر من سيدنا موسى هيتبجح على الله ويقول له أنا قتلت يعني خلاص
لا يعني دأب الأنبياء الاستغفار، ودأب الأنبياء الرجوع إلى الله حتى ولو من غير خطيئة. هو سيدنا إبراهيم لما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللي يسمع يقول الراجل ده مليان خطايا، دي بيقول خطيئتي، خطيئة مش خطأ، يعني معناها ده إيه، ده ارتكب كل الموبقات عشان يطلب من الله؟ لا، ده شأن الإيه القريب من الله الذي يطمع في مزيد من القرب من الله، دائما يشعر بالندم ويشعر بالتقصير ويشعر لأنه بحاجة إلى إيه، إلى المزيد من إيه، من مغفرة الله ومن غفرانه ومن تكفير ذنبه ومن ذنبه. وبعدين ربنا يتناغم معهم ويتجاوب معهم ويقول لأكرم الخلق عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سيدنا موسى هو ربنا قال فوكزه موسى فقضى عليه، البعض يمسك من كلمة فقضى عليه يعني معناها إنه ده بفعل فاعل وإنه هو الذي إيه قتل، يبقى هو إيه أهو نبي وقتل. أول حاجة نقول له هو ما كانش نبي يوم ما قتل، صح ولا لا؟ ده القصة بتقول الأحداث إنه بعد ما ترك والملأ يأتمرون بك ليقتلوك وكان وكذا وكذا، انظر اقرأ في قصة إيه سورة القصص مشاهدها فين، متى أوحي إليه بالنبوة؟ بعد ما خرج منها خائف من مسألة القتل، وخرج من المدينة خائفا يترقى، ونصح الرجل من أقصى المدينة يسعى، وقال وذهب إلى مدين والتقى بالرجل مع الابنتين بعد الابنتين، وكانت كان مهر الفتاة أن يكون أن يرعى إيه أن يعمل في الغنم 8 سنين، وإن أتممت 10 في من إيه، يبقى بعد هذه الأحداث بأكثر من 10 سنين حتى صار نبيا، وهو راجع من مدين بعد إتمام العدة والمدة رجع هو إيه في طريقه من مدين إلى مصر، وهو في طور سيناء كلف بالرسالة وعرف نفسه أنه نبي. فإذا هنا حادث القتل لم يكن في نبوة أصلا، أما أن يقول ربي إني ظلمت نفسي، ما طبعا في بقايا شرائع وفيه ربو رب وإله ومغفرة وذنب، كل ده معروف، وفي أنبياء قبله، في أنبياء في الأمم ومن أمة إلى خلا فيها نذير إلى آخره. إذا كان فرعون عرف أنه قال أو جاء معه الملائكة مقترنين، فرعون نفسه يعرف الملائكة، يعني رب النبي عليه الصلاة والسلام موسى قبل النبوة ألا يعرف أن هناك ربا وأن هناك ذنبا وهو يغافر الذنب وأن هناك رجوعا إلى الله، ويقول ربي إني قتلت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إلى آخره. فالقتل ليس بالضرورة أن يكون مؤثرا في المقتول، ليس بالضرورة أن تكون حتى الضربة نفسها التي ضربها سواء بيده أو بقدمه أو بآلة في يده، أيا كانت آلة القتل أو الآلة التي تسببت في إزهاق روح الإيه أو يعني مباشرتها نتج بعدها زهاق روح إيه روح المقتول، مهما كان ذلك. فمن قال لك إنه قتل فعلا أصلا على ضوء الإيه الآن المكتشفات الحديثة والطب الشرعي الحديث، من قال لك إنه قتل المقتول بضربة إيه بركلة موسى عليه السلام؟ قد يكون مات بإيه، لأن الملامسات كلها قبل هذا قبل ما جاءت كلمة القتل، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إلى آخر الآية. قبلها الملابسات كلها تهيئ الإنسان كأنه فيه يعني فحص جنائي، أو جات لي كلمة التي أبحث عنها، فيه عملية فحص جنائي هنا جاءت في الآيات الكريمة، فحص جنائي أو يعني تحقيق جنائي، زي اللي بيرفع البصمات ومش عارف إيه وإيه، هذه التحقيقات الجنائية يعني من هذا القبيل، كنوع من إيه من أدوات اللي إيه الفحص الجنائي. إنه ربنا صور القصة من البداية تصويرا يفيد بملابسات كثيرة. شوفوا
سيدنا موسى. من سيدنا موسى أولا؟ قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ده افتتاحية القصة، المشهد بتاع القصة. ودخل المدينة بعدها على طول. يبقى هذا الذي دخل المدينة دخلها وهو بكامل قوته وفتوته وصحته، لأنه بلغ أشده واستوى، بلغ أشده واستوى. دي لا يعني تستبعدها من اعتبارك وأنت تتناول وتقرأ آيات القتل. فالذي عليه موسى رجل في عنفوان قوته وفي عنفوان شبابه واكتمال بنيته، بلغ واستوى، بلغ الأشد واستوى وخارج. ولا تنسى قبل ذلك أنه إيه المؤهلات التي جعلته بلغ أشده واستوى؟ ده في بيت العز يا أخي، ما عندوش أنيميا، ما عندوش فقر في إيه في العناصر الغذائية في البيت اللي تربى فيه. ده يعني كل تحت إيده، اللي هو اللي رباه اللي حيبقى عدو ليه بعد ذلك. كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني كل الدنيا وكل خيرات مصر تحت إيه؟ تحت تصرفه وفي قصره وفي بيته. ده لما يعني رفض المرضعات، هو قبلها جمع له المرضعات كلها. ربنا قال: وحرمنا عليه، يعني ما عندوش مشكلة في أزمة في أي شيء، اجمع كل المرضعات. فاجتمعنا لإرضاء مين؟ لموسى. قالوا: فيه واحدة بس اللي هي على الفور تأتي. على طول جاءت الإيه؟ المرضعة الإيه؟ الناقصة. وهكذا يعني هذا شاب تربى، أين تربى؟ أين تربى؟ هذه واحد. طيب، وبعدين الأخ الثالث اللي هو الضحية المقتول، منهك، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة، كل نايم، ما في أحد يقف مع هذا الذي كان ضحية المشاجرة وإيه، بل إنه مع يعني على بال ما وصل سيدنا موسى إلى الطرفين، الإسرائيلي القبطي، وجد فيها رجلين يقتتلان. تصور أن رجلين يقتتلان وشغالين إيه، كل يدافع عن نفسه ويدفع الآخر عن نفسه، بل يحاول أن يقتله، وهذا يبذل أقصى ما في وسعه والآخر يبذل، وطال بينهما الإيه القتال، إذن حيكون حالهم إيه؟ أنهك هذا أو ذاك. وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من إيه؟ من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني كلها إيه؟ مهيئات عشان تعمل تحقيق جنائي، وتقول لا لا لا، شتان بين رجل خارج هو إيه في كامل قوته، وخارج من إيه اتغدى كويس وأكل كل المشتهيات والإيه ومطايب الطعام والشراب والغذاء والعناصر الغذائية، وهو أصله متكون من زمان من طفولته، ها؟ مش مستني يتغدى عشان إيه يملى بطنه، وهي اللي حتأثر له في 10 دقائق يبقى إيه يعني كالفيتامين وكل العناصر، لا أبدا، ده ما شاء الله متكون ومتغذي، وهكذا إلى آخره. أما هذان المقتتلان فأنهكهما الإيه القتال المتبادل والاقتتال، فخاصة هذا القبطي، وهم ما فيش حد يقف بجوار هذا أو بجوار ذاك، المدينة على حين غفلة من إيه من أهلها. فإذا ضرب وكز كده، تخيل إنه لو واحد يعني كابتن وجاء واحد ضعيف زي حالتي، يعني وده لو هو يعني شايف حاله يقول لي: ما خسرش ايدي فيك، روح يا شيخ لحسن تموت في ايدي مثلا، يبقى هو ايه يعني معناها انه هو ممكن
يديني بوكس تطلع روحي فيه. فإذا المسألة إيه؟ يعني سيدنا موسى مش بالضرورة يكون هو اللي قتل سيدنا إيه؟ قتل هذا إيه؟ هذا القبطي، لكن قد يكون هو قتل لأي سبب. لكن اللي حدث إيه؟ المبدأ اللي بيقرره الغزالي إيه؟ اللي هو مبدأ أهل السنة، إنه الممارسة دي مش هي اللي بتقتل، مش هي المؤثرة في القتل، إنما الله أجرى عادته إنه أجل هذا سيقترن بهذا السبب. فلو لم يكن هذا السبب، ها؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. أهجتني أنا بدور عليها. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم ذات الصدور. يعني معناها أنت بتفر من القتل، طيب اقعد، لكن اللي ربنا كتب عليهم أنه حيموتوا حتكون الدوافع كلها والملابسات اتشغلوا عشان يروح عشان أجلوا هنا. إذن هو يسعى إلى نهاية أجله برجليه، لكن هو لا يدري انه ده نهايه الايه؟ نهايه الاجل. ثم انه لو اجلوا كمان لسه لو دخل 100 معركه. انتم مش الستم الا تذكرون ما قاله خالد بن الوليد عند وفاته؟ قال لقد ايه؟ وهو في سكرات الموت او في مرض وفاته، خالد بن الوليد الذي في غزوة أحد كان سببا في هزيمة المسلمين بسبب أنهم إيه؟ أن فريقا من المسلمين خالفوا أمر رسول الله الرماة. فجاء خالد، وقتها لم يكن دخل في الإسلام وكان في جيش المشركين مشركي قريش، فقاد جيش الشرك ومن خلف أحد أغار عليهم وهم منشغلون بجمع الغنائم، فكان ما كان 70 شهيدا و70 أسيرا إلى آخره، فكانت يعني مأساة أحد. قال بعد ذلك وقد هدي للإسلام وعوض كل ما فات، قال وهو في مرض وفاته: لقد شهدت زهاء 70 غزوة أو ما يزيد، وما في جسدي وما في بدني موضع شبر إلا وفيه طعنة بسيف أم رمية بسهم أم كذا كذا، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. يتحسر تألما أنه مات حتف أنفه ولم يحظ بشرف الموت في شهيدا في سبيل الله في الجهاد، وهو الذي ما ترك بعد دخول الإسلام يعني معركة فيها الجهاد والاستبسال والقتال إلا خاضها، ولكن لم يكتب الله له أن يقتل في ساحة المعركة فمات على فراشه. فلا، الإقدام سينهي أجل حياة، ولا الإحجام سيطيل حياة. وقد قال المجاهد في بيتين من الشعر، المجاهد المسلم: وقد راودته نفسه بما تراود به نفوس المنافقين ويعلنونها ويحكيها القرآن عنهم، يقول مخاطبا نفسه التي تراوده بأن يتلكأ ويتثاقل ويتراجع عن القتال والجهاد، ماذا يقول هذا المجاهد المقاتل لنفسه؟ هو يخاطب نفسه بنفسه ولا يخاطب أحدا، يقول: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأعداء، يعني من الفزع نفسه طارت، يعني مخه حيشت يعني حيطير من شدة الفزع والخوف من الأعداء. ده بخاطب النفس وهي تدعوه إلى الانهزام والفرار وإلى التخلف عن عن الإقبال على القتال، بحجة إنك لو دخلت تجاهد وتقاتل في المعركة هتستعجل موتك. لا، حافظ على حياتك
ويا روح ما بعدك ايه روح. فبيقول لنفسه أقول لها وقد طارت شعاعا من الأعداء ويحك عجبا لك لن تراعي لا تخافي لن تخافي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. أنت إذا جاء أجلك لو سألت تأخير يوم بعد أجلك لا تستجابين لإيه؟ لدعوتك ولطلبك بأن تتأخري يوما واحدا. لا ده القرآن مش يوم، لا يستأخرون ساعة، والساعة في اللغة العربية مش الستين دقيقة، الستين دقيقة دي عرفية اصطلاحية عالمية، الساعة جزء من الوقت قصر أمطال، يعني قد يكون إيه لمح البصر زي ما ربنا قال وما أمر الساعة إلا إيه إلا كلمح البصر. بكام دقيقة لمح البصر؟ لا ده أقل من دقيقة، اسمه لمح البصر. إذا قلت لي كم ثانية؟ لا يمكن هو أقل من الثانية، يعني جزء من الثانية. ده احنا عايزيننا مقياس إيه؟ مقياس أقل من إيه؟ من وحدة الثانية يعني. يبقى إيه؟ ربنا قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب كمان، فيه أقرب من لمح البصر. ده لمح البصر يعني ها؟ لمح خلاص خاطف كده. فالساعة التي قال القرآن فيها فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، يبقى بتفهماش ساعة يعني ستين إيه؟ دقيقة، لا يعني جزء من الوقت حتى لو كان كلمح الإيه؟ كلمح البصر. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمعتزلة ليسوا على حق، وليس ولا يساعدهم نص ولا فهم نص، لا من القرآن ولا من السنة ولا حتى من العقل والواقع. من قال لك إنه الإنسان يعني زي كتلة البناء، وأدي البنية موجودة واتركها كما هي ستمضي بك؟ طيب سماش هنحطها يا عمي في برج عاجي أو في برج مشيدة، وكل كل الذين يحمون هذا الإنسان محصن من أي إيه؟ لا حد يقتله ولا حد يجي ناحيته، بل كل إيه؟ وسائل الإيه؟ وسائل الحياة من ضرورياتها وحاجاتياتها ورفاهيتها مقدمة إليه، يبقى عايش إيه؟ ما فيه بعد هذه العيشة، وقد يموت قبل أن يموت الفقير الذي يعيش في إيه؟ في كوخ، فجأة يصاب بفيروس، يصاب بكذا أو بما لا تعرف أصلاً، ما أحد يعرف له سبباً لوفاته. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم إيه؟ في برج مشيدة. في سورة أيضا تذكرت في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة إلى آخر الآيات، يعني معناها الموت لا علاقة له بأن القتل هو الذي يستعجل الأجل وعدم القتل هو الذي يبقي الأجل، لا الأجل واحد والقتل كغيره من الأسباب ليست هي الفاعلة للقتل أو للفعل، وإنما كبقية الأفعال اللي كلها حطوها في نسق واحد أهل السنة والأشاعرة في مقدمتهم، لأنهم هم الحماة والمتكلمون لأهل السنة، مش المتكلمون يعني الكلامهم كثير، لا يعني المتكلمون بأهل النظر النظار دائما يسمونهم في عند السلف، حتى عند السلف
النظار وأهل النظر، يعني المنشغلون بالدفاع عن عقائد الإسلام وعقائد السلف وعقائد أهل السنة والجماعة بالنظر العقلي لحاجة المتغيرات إلى ذلك. أما إنه يعني يأتي من يقول لا لا، هذا لا يفهم شيئا، لا يفهم أصلا كلام السلف، أصلا لا يفهم كلام السلف. فالنظار أي الذين دافعوا عن العقائد الإسلامية بالنظر العقلي، الذين اصطلح على تسميتهم بالمتكلمين أي متكلمي أهل السنة، ولكل فئة وطائفة متكلمون، فللخوارج متكلمون، وللشيعة متكلمون، وللمرجئة متكلمون، وللكرامية متكلمون، وللأهل السنة، وما يعني زاد عمل أهل السنة في الكلام وفي المناظرة إلا بعد أن كثرت بدع المبتدعة، ومن بينها صولة وجولة المعتزلة في وقت من الأوقات. ده هذا حفز النظار من متكلم أهل السنة إلى أن يدافع عن عقيدة السلف وأهل السنة بالعقل. أما الخلافات الفرعية فهذه طبيعية في كل فئة وفي كل فرقة وفي كل مذهب، بل في العالم الواحد قد يقول شيئا في وقت ما ويتراجع عنه في وقت ما، لأن الأدلة تتغير عنده، فبتغير الأدلة يتغير المدلول وتتغير النتيجة. فالخلاف قد يختلف الإنسان مع نفسه، أمر طبيعي في بعض الفرعيات. أما أن ننقل الفرعيات نفسها إلى إلى أنها هي التي تجعلهم أيضا فرقا، فالفرقة تصير فرقا، والفرقة التي فرقت تصير فرقا بسبب فرعيات، فهنا لن ننتهي. وهذا يدخل في تفريق الأمة وتفريق الدين الواحد، وفي وعيد الله تعالى بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ترك الأصول المتفق عليها، الأصول الاعتقادية، لننزل إلى الفروع أو الخلافات التي لا تجعل من الدين الواحد أديانا، ولا من المذهب الأساسي مذاهب وفرقا. هذا يدخل في وعيد الله لمن يفعل هذا الفعل، إن الذين فرقوا دينهم. فلننظر ماذا قال الإمام الغزالي في مواجهته لمن يقول إن للميت إن للمقتول أجلين، أجلا مكتوبا له إذا لم يقتله القاتل ينتهي إليه، وأجل آخر استعجله القاتل، أو يعني هو أجله واحد. منهم من قال له أجلان، ومنهم من قال هو أجل واحد، ولكن القاتل بالقتل استعجل الأجل قبل أوانه. ولهذا من العدل أن يحاسب وأن يجازى، وعقوبته في الدنيا الشرعية القصاص أو النزول إلى الدية إذا تصالح معه أولياء المقتول أو العفو، ولكن إذا تعمد القتل ولم يعاقب عقوبة شرعية في الدنيا، فإن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نقول له الجزاء سواء أكان دنيويا شرعيا أم أخرويا على قتل القاتل، ليس لأنه أماته، فالله هو الذي أمات وأحيا، وليس لأنه استعجل أجله أو قتله أو يعني قرب أجله قبل أن يصل إلى أجله، لا هذا ولا ذاك، ولكنه خالف الشرع. هل قال له الشرع احفظ دماء الناس ولا تقترب منها ولو بالإشارة مازحا بالسلاح، أم قال له اجترئ على دماء الناس؟ فإذا هو يعاقب على القتل وعلى ما هو أبعد بعيد من القتل، قبل القتل الإشارة ولو مازحا بالسلاح يعاقب ويتوعد عليها بالجزاء ولو بالكلمة التي توصل إلى الاقتتال. فالقتل هو كل هذا يعني يعاقب عليه، لا لأنه يعني استعجل أجل المقتول حتى إنه مات قبل أجله، ولكن لأنه خالف أمر الله.
لأنه تعدى على حرمات الناس، على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، هنا يحاسب ويجازى ويعاقب. وأفظع الأعمال التي تجعل العقوبة متعجلة، حتى في القبر قبل أن يصل إلى البعث وما بعد البعث والقيامة والنار، في الجزاء في إيه؟ في في إيه؟ في القبر، بمجرد أن يدفن في قبره، وهو إيه؟ وهو ما كان سببا مؤديا أو قد يؤدي إلى القتل، قد يؤدي وقد لا يؤدي، لكن مظنة تأديته وتوصيله وتسببه في القتل كان وسيلة إلى القتل، فكان القبر وهو مقدمة الآخرة أيضا مقدمة لهذا الجزاء الذي كان سببا من أسباب مقدمة في القتل، وهو إيه؟ الحديث الوارد في القبرين، قال صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان من قبور المدينة، فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في إيه؟ في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قالوا لما ما السر؟ العلماء وقفوا عند هذين السببين اللذين يعذب بهما صاحب هذين القبرين، لماذا بالذات بهذين السببين أحدهما لا يستبرئ من البوله؟ قال لأن القبر مقدمة من مقدمات الآخرة، والعذاب فيه لأصحاب هذين القبرين عذاب وجزاء على عملين كلاهما مقدمة لعمل آخر. أما الاستبراء من البول والإهمال فيه بسببه يعذب في قبره من يهمل في هذا، فلأن الاستبراء من البول طهارة، والطهارة مقدمة لأول الأعمال التي يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة بعد البعث، وهي الصلاة. فلما كانت مقدمة أول عمل يحاسب عليه من الأعمال من حقوق الله الصلاة بعد البعث وفي الجزاء، كانت مقدمة الصلاة والجزاء عليها ومقدمة يجزى عليها أيضا وعلى الإهمال عليها، وهي عدم الاستبراء من الإيه؟ عدم الاستبراء، يعني إهمال الطهارة التي إهمالها معناها إهمال للصلاة وإخلال بالصلاة. فالصلاة إن إيه؟ اللي هي أهم حق من حقوق الله، تدخر عقوبتها في الآخرة، لكن مقدمة الإهمال لها تكون في مقدمة الجزاء اللي هي القبر. طيب والإيه؟ وما قولك في النميمة؟ قال وهو المشي بالنميمة مقدمة حق من حقوق العباد، أول ما يحاسب عليه ويعاقب عليه من انتهك. ما أول حق من حقوق العباد يجازى عليه من اجترأ عليه؟ قال الدماء. إذن أنت معك أول حق من حقوق الله الصلاة، أول حق من حقوق العباد الدماء. إذا أهملهما وأهدرهما صاحبهما ففي الآخرة يجازى على الصلاة، أول ما يحاسب عليه الصلاة حق الله. وفي القتل والدماء حق العباد أول ما يحاسب ويجازى عليه. طيب ومقدمتهما؟ مقدمتهما في الإهمال لهما عدم الاستبراء من البول، في المقدمة الجزاء في القبر. المشي بين الناس بالنميمة، قد يصل الأفساد بين الناس بالكلمة إلى أن تقع بينهما الاقتتال، والقتال ماذا يتوقع منه إلا القتل، والقتل المتبادل وسفك الدماء. فإذن هكذا تفهمون إنه العقوبة ليس لأن القاتل استعجل حياة الإيه؟ حياة المقتول، أو قصر أجله، أو أماته من غير أجله، أو كذا، لا، هو انتهك
انتهك إيه؟ حرمة الإنسان، لأن حرمة الإنسان غالية، وحرمة الإنسان لا تقل حرمة عن حرمة الكعبة أو تزيد، كما جاء في الأثر عن أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.